ونبتدي من جريدة الأهرام اللي قالت إن انتهى الجهاز الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية للنادي الأهلي بعد طبعا موسم الانتقالات التاريخي اللي حصل لأول مرة في فترة الانتقالات الشتوية بأرقام تجاوزت حاجز 200 مليون جنيه. ضمت القائمة النهائية للفريق 28 لاعب: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي في حراسة المرمى، أحمد فتحي، باسم علي، محمد هاني، علي معلول، محمود وحيد، وأيمن أشرف، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وأحمد علاء، وياسر إبراهيم، وحسام عاشور، وحمدي فتحي، وعمرو السولية، وهشام محمد، وإسلام محارب، ومحمد شريف، وأحمد الشيخ، وأحمد حمودي، وحسين الشحات، وجيرالدو، ووليد سليمان، ووليد أزارو، ومروان محسن، وجونيور أجاي، وصالح جمعة. ولسه طبعا الموقف حائر بالنسبة للثنائي رامي ربيعة عمرو جمال، وان كان في اتجاه كبير لقيد ربيعه عشان يكون رقم 29، لكن لسه في غموض بيسيطر على موقف عمرو جمال برغم طبعا تلقيه لاكثر من عرض للاعاره وهيتم حسمهم خلال الساعات اللي جايه. كمان الجهاز الفني ايد صلاح محسن وكريم ندبد وناصر ماهر واكرم توفيق ومحمد محمود ورمضان صبحي تحت السن. كمان خرج للاعاره عمار حمدي وعمرو بركات واحمد حمدي واحمد ياسر ريان ومحمود الجزار وميدو جابر على سبيل البيع النهائي لمصر المقاصة، وصبري رحيل للاتحاد بشكل نهائي، وسليف كوليبالي للفتح السعودي على سبيل الإعارة، ومؤمن زكريا لأحد السعودي لحد نهاية الموسم. وضم النادي الأهلي محمد محمود مقابل 15 مليون جنيه من وادي دجلة، ومحمود وحيد من المقاصة بنفس المبلغ، رمضان صبحي إعارة لحد نهاية الموسم مقابل 800 ألف استرليني يعني 19 مليون جنيه مصري، حسين الشحات من العين الإماراتي ب 5 مليون دولار يعني تقريبا 90 مليون جنيه مصري، حمدي فتحي كمان من أنفي مقابل 25 مليون جنيه مصري، وياسر إبراهيم من سموحة مقابل 30 مليون جنيه، وجيرالدو من أول أغسطس الأنجولي مقابل 600 ألف دولار يعني حوالي 11 مليون جنيه مصري، عشان توصل القيمة الإجمالية لصفقات الشتاء في النادي الأهلي ل 205 مليون جنيه مصري. كمان الأخبار المسائية قالت إن بيحسم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي المكانين الأخيرين في القائمة الأفريقية بعد طبعا مباراة وادي دجلة والمقرر ليها النهاردة مساء في الجولة 20 من منافسات الدوري الممتاز. هيعقد لسارتي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والجهاز المعاون عشان يحددوا اسم المقعدين الأخيرين في القائمة الأفريقية. بينتظر طبعا الجهاز الفني اللحظات الأخيرة قبل ما يتقفل باب القيد في نهاية الشهر الجاري عشان يحسموا الملف ده. وكان الجهاز الفني قبل كده قيد طبعا رمضان صبحي وياسر ابراهيم وحسين الشحات، وده كان قبل مواجهه فيتا كلوب الكونغولي في افتتاح مشوار دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا، وبعد كده قيد الثنائي حمدي فتحي وجونيور اجاي، ده كان قبل مباراه شبيبه الثوره الجزائري في الجوله الثانيه من منافسات دور المجموعات. عشان يتبقى مكانين بس للنادي الاهلي في القائمه الافريقيه هيتم حسمهم بعد المباراه النهارده.